اسمع، في عنا مشكلة كتير كبيرة. شوف، أبوك أعطاني وراق الملكية يلي باسمك لأحتفظ فيهم، بس هلأ أنا ما عم لاقيهم ولا بأي مكان. أنت متأكدة ماما جاية؟ إذا ما لقينا الوراق كيف بدنا نثبت مين المالك؟ لازم يعرفوا المالك الحقيقي. ديف، أنا بعرف إنك الوحيد اللي إلك حق بهالأملاك، بس هي أملاك ورثة، ولهيك إذا ما لقينا الوراق وقتها أي حدا بيقدر يطالب فيه، خصوصي هدول اللي بيمثلوا إنهم بيحبوك وهن طلعوا أكبر كذابين ومخادعين. نحن عطيناهم أكثر ما بيستاهلوا بكتير، ومع هيك لساتهم مو راضياني. ما بعرف شو بدي ساوي، لأنه المحامي رح يجي بكرة، وإذا ما لقينا الوراق وأثبتنا من هو المالك الحقيقي رح يكون في عنا مشكلة كبيرة. ماما جاية. شو صار؟ ما بتعرفي على أساس؟ ما تمثلي إنك بريئة. أنا عم أحكي عن الوراق يلي عم يحكي عنها ديف. إيه؟ وشو بن هدول الوراق؟ أنت أكيد عم تمثلي مو هيك؟ لك نسيتي؟ هدول الوراق معك، أنت مخبيتيهم. أنا؟ معقول يكونوا معي أنا؟ إيه؟ مايا ما بتتذكري؟ أنت وديف راج تخانقتوا وقتها، وأنت كنت كتير معصبة لأنه هو ما كان بده أنه يروح ويسافر معك على لندن، وبهداك الوقت أنت سرقتي كل الوراق من ديف راج. قلتيلي وقتها وعدني أنك ما تخبر أي حدا، وشوفي أنا ما خبرت حدا عن الموضوع لأنه خفت أنك تزعلي مني إذا خبرت حدا أنه الوراق معك. إذا الأستاذ ديف راج بحاجة لهدول الوراق لازم دور عليهم لو شو ما كانت تمام، بس وين ممكن أني لاقي هدول الوراق؟ شو؟ ايه مزبوط، اتذكرت هلا. بس داكس في مشكلة. شو هي؟ أنا نسيت وين حطيت هدول الوراق يلي بدهم ياهم. معقول تكون بتعرف وين أنا خبيتهم؟ عم تحكي عن جد؟ أنا كيف بدي أعرف وين خبيتيهم مثلاً؟ ما خبرتيني وين حطيتيهم وقتها.